في هذا الفيديو سنتناول إثبات غاية شهيرة وبشكل عام. كما واضح أمامكم، هذه الغاية x تقترب من أي x n ناقصا x لس n ناقصا أي لس n مقسومة على x ناقصا أي، وهي تساوي n أي لس n ناقصا واحد. لإثبات هذه الغاية نستخدم القسمة المطولة. بعد قسمة المقدار x لس n ناقصا أي لس n على x ناقصا أي، فإننا نحصل على x لس n ناقصا واحد زائدا أي x لس n ناقصا اثنين، وهكذا إلى الحد أي لس n ناقصا واحد. وعدد حدود هذا المقدار هو n من الحدود، حيث إنها حدودية من الدرجة n ناقصا واحد، ومضاف إليها الحد الخالي من x، فيصبح عدد حدود هذه الحدودية n. وبعد تعويض قيمة أي في كافة الحدود نحصل على أي لس n ناقصا واحد وأي في أي لس n ناقصا اثنين، وهكذا إلى أي لس n ناقصا واحد. وبعد تبسيطها فإن كافة الحدود تصبح بالصورة أي لس n ناقصا واحد، وهو واضح جدا، فعند ضرب أي في أي لس n ناقصا اثنين فإنها تصبح أي لس n ناقصا واحد، وعند ضرب أي تربيع في أي لس n ناقصا ثلاثة فإنها تصبح أي لس n ناقصا واحد، وكذلك باقي الحدود. وهي عبارة عن الحد أي لس n ناقصا واحد مكررة n من المرات، يمكن كتابتها بهذا الشكل، وبذلك نكون قد أثبتنا الغاية.